السلام عليكم. عالجت محكمة الجنح بسيدي محمد قضية محامية رفعت شكوى ضد أشقائها وزوجة شقيقها بعد أن قاموا بالاعتداء عليها بواسطة الحد، وتحركت قضية الحل بعد تعرض الضحية لاعتداء من قبل أشقائها وزوجة شقيقها بسبب الميراث، بعد استفادة الضحية من شقة منحها لها والدها. وقائع القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة تعود إلى قيام المتهمين بالتسلل إلى مسكن المحامية وهي شقيقتهم الصغرى على الساعة 7 صباحا، حيث قاموا بتحطيم غرفة نومها وضربها بواسطة عصا خشبية، ووجهوا لها ضربات في مختلف أنحاء الجسم، كما قام أحد إخوتها بكسر الأبواب والنوافذ، إلى جانب زوجة شقيقتها هي الأخرى متابعة في قضية بتهمة الضرب والجرح العمدي. من جهته وكيل الجمهورية لدى المحكمة التمس عقوبات متفاوتة تراوحت بين الشهرين والعامين حبس نافذ في حق المتهمين.